ألو، السلام عليكم. سلام الله استاذ ابراهيم، شو حالك؟ أهلا وسهلا سيد محمد الشريف، وظهيرتك طيبة، وإن شاء الله يومك مبارك. أنا سهلا بك، مساء الخير إن شاء الله، وأنت والزميلة معك، وخلينا مرحب نتواعد وأحلى وعد إن شاء الله. شنو أمورك طيب؟ مرحبتين بك يا محترم، شنو حالك؟ الله يسلمك، الحمد لله. شنو أمورك؟ محمد، بداية طبعا اليوم موضوع حلقتنا عن سرقة السيارات في ليبيا. طبعا هذا الموضوع اللي بدأ يعني ممكن الفترات الأخيرة بدأ يكثر بشكل كبير، ولكن كأنتم كرجال الأمن، يعني بداية الناس اللي أنتم مثلا تشدوا فيهم كناس مثلا يسرقوا في السيارات هذه، وكيف يسرقوا في السيارات، الإجراء القانوني اللي أنتم تتعاملوا به معهم؟ والله بالنسبة لسرقة السيارات، شو بنقول لك يعني نعم الأخيرة، يعني حتى السرقة نتاع السيارات، يعني شو بنقول لك يعني صار لي خنبو فهمت، مش يعني كجريمة منظمة ولا شيء، صغار في السن يعني والله غالب الشيطان غربيهم، يعني معظم السرقات يعني من صغار في السن دي فهمت كيف؟ حاليا صغار في السن ولا من قبل؟ والله مش قبل، كان في عصابات وجنسيات أخرى وقصة وفارقة وعرب وجيش. 70% دي من 80% أعمارهم بين 18 20 22 100. الفترة الأخيرة هذه بصفة 20 100 الفترة الأخيرة هذه بصفة عام، في قبل يعني كبار في السن وعصابات كبيرة، يعني صغار في السن الله غالب شيطان غار فيهم ويشبه في حال البلاد، يعني المواضيع عايش في قصدي هذا يجوا ياخذوا فيه ولا يطبخه ولا يطبخه، يعني نمسكوا فيه متلبس ولا عن طريق يعني تجي عليه معلومات ولا كاميرات شايفين، فهمت كيف؟ يعني نحولوا فيه لمركز الشرطة والإجراءات القانونية إجراء زي إجراء ثاني. تمام، بما ان قلت لي يا محمد صغار العمر، هم يكونوا هل الصغار في عمر يتعاطوا في الحبوب او المخدرات او ما يعني؟ والله شيء اكيد الحاجه هذه، قصدي هو غير الموضوع هذا اللي يكون اكثريه 80% زي ما الموضوع الحبوب هذه هي لهيك الشباب اللي ما هي مثلا التوقيت اللي يتم فيها سرقه السيارات، اما وقت اكثر شيء التوقيت من الساعه 7 للعصر الصبح، من 7 للـ10 صبح. تمام، وقت يعني هذا دوام رسمي، هذا دوام عندهم شبه رسمي، وقت يعني من 10 الصبح، قصدك من 7 الصبح للـ10 ولا للـ10؟ 3 ساعات هذين بحكم الساعة 7، اي انت بروح لما تطلع من العمل تفتح باب الجراج ولا باب الحوش بتوخر سيارتك وتخش، مرات ناسي حد مرات في سرقة وتعطل يعني السيارات مرات، لكن مش ان حد مثلا محلات 2% محلات الحاج من 8:30 6000 بتتنال الغذائية والقهاوي تلقى مسكرات فتصير بالطريقة هي. محمد، صراحة أكثر المناطق اللي يتم فيها السرقة مثلا كمدينة طرابلس بالكامل، أم أكثر الجهات؟ والله شو بنقول لك، بالنسبة لي احنا طريق المطار الوقت الحالي اللي يمثل اللي فاتوا يعني مكثرين دوريات متحركة في الليل وفي الصبح الباكر، يعني قلت على قبل. لكن في طرابلس 80 من حين. منطقة حيلاند نعم، وهذه تراكز البيانات بتاعك من انت وين مكان بالضبط اكثر السرقات، يعني نسبة السرقة ونسبة الجريمة هذه كسرقة كلها صدى مسلح ولا من قدام الحشان ولا اللي يجيب لك صدى مسلح ولا شنو؟ والله الاكترية صدى مسلح، يعني هاي درسة ونازلة ببندقة و... في يعني الاكترية في اللي تشوفهم باي. تمام، عندي سؤال يتراود محمد بيني وبين الناس، خلينا من تو الجريمة أو من السطو المسلح، ممكن فيه سرقة بطرق أخرى، ممكن يدور أو اللي يفتحوا في السيارات، أنتم مثلا كجهة أمنية واجهتكم سرقة مثل هذه، ممكن أنه يكون السارق يتعامل مثلا بكود يقدر يفتح سيارات اللي نعرفهم ينفتحوا بالكود، أو ما واجهتكمش؟ بالنسبة للموضوع هذا أول شيء مثلا حد يبلغ قديش لك عندك فاهم مستعين في اللي لا شهر واخذينها ونفس اللي شهر نفس اللي طرقها. تمام كويس، يعني مش ديما 30 هذه اللي بسياره يرد يسرق اخرى في جديد يعني ان شاء الله. تمام، شكرا محمد، اي اضافه اخرى؟ بدي مشكورين وبارك الله فيكم شكرا بارك الله فيك. شكرا لكم، تحياتي ليك سيد محمد الشريف، احد المسؤولين في طريق المطار، احد رجال الامن. تحياتنا ليك محمد، كنت معنا في برنامج عندي مقول. بارك الله فيك. نعم. 20 و25 ويتعاطوا يديروا في خطط السرقه، يعني صح اللي بيدير فيه انزل الصبح، قلت لك 7 في الصبح يعني الوقت اللي ما فيش بشر. مرات يجي في 9 10 7 مش طار. في حتى طرق جديده يستفاها فيها صبايا كهرباء وعشاش.
لا لا جديات، انا عندي صديق صايره معها، يربطوا لها في حكوك نتاع الزيت في تلول وملاطه تحت السياره، ولما يطلع ما حاش بيشوف شن فيه في السياره ملاطه يجيب عليه. خليك في مكانك، لوطه لوطه في مكانك، يوقفوا السياره وقاعد موقفينها بعد